السلام عليكم طلاب المرحلة الأولى قسم الفيزياء الطبية. اليوم راح نسوي مراجعة للمختبر الأول من مادة الأحياء العام العملي. طبعا المختبر الأول كان بعنوان البلات أبراجار. بلات أبراجار معناته أو كنا نعرفه معناته ضغط الدم. بداية نجي نعرف ضغط الدم لبلات براجر. Is the force of blood flowing on the walls of blood vessels during which is traveled to supply all tissue and organs of the body with food, oxygen, water and enzyme. يعني هو قوة تدفق الدم عبر جدران الأوعية الدموية. ليش to supply؟ حتى يجهز all tissue and organ، يجهز الأنسجة وأعضاء الجسم. بيش يجهزها؟ يجهزها with food, oxygen, water and enzyme اللي هو الإنزيمات. إذن هو قوة تدفق الدم عبر جدران الأوعية الدموية لتزويد الأنسجة والأعضاء بالفود والأكسجين والووتر والإنزيمات. طبعا عندي نوعين من انواع ضغط الدم. شنو هن؟ بلاد بريشر during a contracted heart called systolic blood pressure. يعني شنو systolic blood pressure؟ هو ضغط الدم الانقباضي. الانقباضي يعني ضغط الدم خلال انقباض عضلة القلب يسمى systolic blood pressure، ضغط الدم الانقباضي. But the blood pressure during a systole heart called systolic blood pressure. أما ضغط الدم خلال انبساط عضلة القلب يسمى systolic blood pressure اللي هو ضغط الدم الانبساطي. إذن إذا جبنا لكم بالامتحان شنو أنواع ضغط الدم، هو نوعين: ضغط الدم الانقباضي أولا وضغط الدم الانبساطي هذا ثانيا. زين، normal blood pressure value for adults يعني شنو؟ يعني القيمة الطبيعية لضغط الدم للإنسان البالغ. إيش كت القيمة الطبيعية؟ هي 120/80 mmHg. زين، 120 شو تمثل لي؟ تمثل لي systolic pressure. 120 تمثل لي ضغط الدم الانقباضي. أما 80 قيمة الدنيا شو تمثل لي؟ systolic pressure، تمثل لي ضغط الدم الانبساطي. وحدة قياس ضغط الدم mmHg اللي هي mercury millimeter، unit measuring blood pressure اللي هي شنو؟ وحدة قياس ضغط الدم. إذا جبنا لكم بالامتحان شنو وحدة قياس ضغط الدم، ممكن تجي اختيارات أو يعني سؤال أو غيرها حسب نوع الأسئلة. لازم تعرفون شنو وحدة قياس ضغط الدم، شنو أنواع ضغط الدم، شنو القيمة الطبيعية لضغط الدم للإنسان. هسه نجي على الـ causes of hypertension. hypertension هنا جاية ارتفاع ضغط الدم، يعني هنا أسباب ارتفاع ضغط الدم أو أسباب الهايبرجار. شنو أسبابه؟ أولا stress اللي هو شنو؟ توتر. ثانيا سموكينج اللي هو شنو؟ تدخين. ثالثا فاتنس اللي هو السمنة. رابعا older age الأعمار الكبيرة. أكيد الأعمار الكبيرة تكون أكثر عرضة للإصابة بضغط الدم. الجينيتيك family history of disease يعني الوراثة تلعب دور، أكو بعض العوائل عندهم وراثة بمرض معين مثال عليه ضغط الدم أيضا في بعض الأحيان يصبح أو يكون وراثي. chronic kidney disease اللي هو شنو؟ أمراض الكلى المزمنة. السابعا lack of physical activity اللي هو قلة النشاط البدني، يعني الشخص اللي ما يمارس الرياضة اللي ما يتحرك يكون أكثر عرضة للإصابة بضغط الدم العالي. إذا lack of physical activity هو غياب النشاط البدني أو قلة النشاط البدني. ثامنا too much salt in the diet اللي هو كثرة استهلاك الوجبة الأملاح في الوجبات الغذائية، هذا كنا نعرفه. هسه نجي على الواي to maintain the level of blood pressure، يعني شنو هنا طرق المحافظة، طرق المحافظة
طرق المحافظة على مستوى ضغط الدم. بالسلايد السابق شرحنا أسباب ارتفاع ضغط الدم، هنا شنو طرق المحافظة على مستوى ضغط الدم بشكل طبيعي؟ أولا reduce the intake of salts، يعني نفس الأسباب السابقة نقدر نعكسها. بالسلايد السابق أخذنا أنه شنو أسباب ارتفاع ضغط الدم، هو كثرة استهلاك الأملاح. هنا نشرح نسوي حتى نحافظ على مستوى ضغط الدم بشكل طبيعي، راح نقلل كمية الأملاح بالوجبات الغذائية. اثنين do not use sugar، عدم استخدام السكر. reduce weight يعني شنو؟ يعني تقليل الوزن. playing sports ممارسة الرياضة. do not use alcohol، عدم استخدام الكحولات. سادسا ease foods with content potassium، تناول وجبات الغذائية تكون غنية بالبوتاسيوم. avoid stress اللي هو شنو؟ avoid stress يعني معناته تجنب التوتر او القلق وغيرها. هسه نجي على انواع او blood pressure is measured by special devices، يعني ضغط الدم نقدر نقيسه او نتعرف على قيمته بواسطة اجهزة خاصة. devices هنا معناتها اجهزة. اذا اجهزة قياس ضغط الدم بها نوعين، اولا mercury blood pressure measuring device. المركر معناتها الزئبقي، إذن جهاز ضغط الدم الزئبقي. وعندنا الثاني هو الديجيتال اللي هو الرقمي أو إحنا نسميه الإلكتروني. إذن أجهزة قياس ضغط الدم بها نوعين، النوع الأول اللي هو جهاز ضغط الدم الزئبقي، النوع الثاني اللي هو جهاز ضغط الدم الرقمي. هسه نجي أخير شيء إن parts of mercury blood pressure device اللي هو شنو؟ راح نشرح شوية. طبعا هذا الجزء عملي بحث، انه راح نشرح اجزاء جهاز الضغط ضغط الدم الزئبقي شنو اجزاءه، وراح تتعرفون من تشوفون الجهاز راح يعني تفهمون هذا السلايد بشكل اوضح. اجزاء جهاز ضغط الدم الزئبقي الميركوري، اولا عندي الالاستيك باند شنو اللي هو الشريط المطاطي. بلينس اراوند ذا ارم اند فولد اير انتل ذا بلاد فازلز ان ذا ارم ار كلوز، هذا راح نخليه على الذراع الشريط المطاطي حتى شنو، حتى نغلق الاوعيه الدمويه بمنطقة الذراع. اثنين ذا ستيثوسكوب از بليس اوفر ذا ارتري ان ذا انر بارت اوف ذا ارم above the elbow، يعني هنا السماعة نفسها طلاب سماعة الطبيب نستخدمها، وانا نخليها على الشريان artery بالجزء الداخلي من الذراع فوق المرفق. الجزء الثاني اللي هو الروبر تيوب يسموه الانبوب المطاطي، شنو وظيفته؟ transfer air from the blower to the bones، هذا راح ينقل الهواء من البلور. البلور نسميه المنفاخ بالعربي اللي راح يضخ الهواء to the bond. الجزء الثالث اللي هو السكيل show your blood pressure reading، السكيل هو المقياس اللي راح يبين لي قيمة ضغط الدم، يعني ايش قد 12/8 13/9 واخره. رابعا البلاور اللي حكينا عنه اللي هو يسموه بالعربي منفاخ. air is pumped by pressing it several times on the blower contain a value to relieve pressure and release air، يعني شنو هذا؟ راح يضخ الهواء الى الشريط بعد عدة ضغطات، راح يضخ الهواء عن طريق هو اللي يسموه المنفاخ بالعربي او اللي يسميه البلور. طبعا هذا البلور راح يحتوي على صمام افالف، شنو وظيفته؟ حتى يقلل الضغط ويحرر الهواء، يطلق الهواء. طبعا the systolic pressure is the highest reading، ضغط الدم الانقباضي يمثل لي القيمة العليا highest reading، but the reading decreases under it stands
at a number which is the systolic pressure loss reading. أما ضغط الدم الانبساطي يسموه لو يمثل لي القيمة الدنيا اللي هي loss reading. Loss reading مثل ما شرحنا بالسلايد الأول قلنا 120 اللي هي القيمة العليا تمثل لي السيستوليك برشر ضغط الدم الانخفاضي. أما القيمة الدنيا 80 اللي هي loss reading تمثل لي ضغط الدم الانبساطي. طلاب هذا كان كل شيء يخص المختبر الأول. أتمنى أنه يكون واضح. أي سؤال عندكم تقدرون تسألونه بالمختبر أو عن طريق الصف الإلكتروني. شكرا لكم.